النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى رحيل الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة، أحد رموز الصحافة المصرية، وكان صاحب قلم مميز وله مواقف سياسية وفكرية. تميزت كتاباته بالسلاسة والوضوح والعمق، وكمان اشتباكها مع القضايا المهمة. هنشوف دلوقتي تقرير عن الراحل سلامة أحمد سلامة. تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة، الذي لم يختلف أحد على مصداقية قلمه ومواقفه، وتميزت كتاباته بالسلاسة والوضوح والسهولة والعمق واشتباكها مع القضايا الهامة. ولد الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة في عام 1932، والتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة، وتخرج في 1953، وحصل أيضاً على ماجستير الصحافة والإعلام من جامعة مينيسوتا الأمريكية في عام 1967. بدأ صحفياً في أخبار اليوم بعد عام من تخرجه، وعمل بها بقسم الشؤون الخارجية، ثم مراسلاً لها في ألمانيا، ثم انتقل لجريدة الأهرام وعمل بقسم الشؤون الخارجية. وخلال عمله بها سافر مجدداً لألمانيا في عام 1969 للعمل مراسلاً لها، كما عاد للعمل في قسم التحقيقات الخارجية بالأهرام، وتولى رئاسته، ثم صار مدير تحرير ونائب رئيس تحرير الأهرام من عام 1987 إلى عام 2009، ثم ترأس تحرير مجلة وجهات نظر من عام 1999 إلى عام 2008، وكان أول رئيس تحرير لمجلة وجهات نظر. كان آخر منصب يشغله هو رئيس مجلس التحرير لصحيفة الشروق، وأنهى فيها مسيرته، وظل محتفظاً بعنوان عموده الصحفي الذي كان يكتبه منذ أوائل الثمانينيات في جريدتي الأهرام ثم الشروق، وهو من قريب. إلى جانب مقالاته، فإن له مجموعة من الكتب تناول فيها تطورات الأوضاع في مصر والمنطقة العربية، مثل المناطق الرمادية والشرق الأوسط الجديد والصحافة على سطح صفيح ساخن. كما حصد الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة العديد من الجوائز. ورحل الكاتب الكبير سلامة أحمد سلامة عن عمر ناهز 80 عاماً بعد أن تعرض لوعكة صحية مفاجئة.